المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة نستقبل عدة من الوجوه الناجحة في دولة الإمارات، واليوم بيكون معنا المدير العام لبوست فيتنس الأستاذ عبدو. شكرا، أهلا بك يا أخت فاطمة، وأحب أن أشكرك وأشكر كل فريق رواد النجاح لأعطائي الفرصة أني أكون ضيفكم اليوم. أهلا بك، كان تصرف حضوري معك اليوم. وممكن تحدثنا عن بداية شغلك في المجال هذا؟ هي كانت الفكرة تقريبا بدأت من حوالي 2013-2014، وكان سببها بعد ما أني كنت شفت ساعات العمل داخل الدوام كانت قليلة جدا. بما أني كنت مثلا رياضي على مستوى عالي، كنت متعود دائما أني أعطي الكثير وأنجز الكثير في كل يوم، لكن يوم شفت نفسي مثلا أخلص دوام ساعة واحدة أو ساعة اثنين، أشوف أن اليوم الباقي منه كله بيروح مثلا في كسل، يعني فراغ وقت فراغ. فحبيت أني أبدأ أسوي شيء، أطور من نفسي، أساعد ناس. بالإضافة أن الدوام اللي كنت أنا فيه قبل كان يلزمني أني أسوي واحد اثنين ثلاث أشياء بسيطة جدا، لكن كنت دائما أشوف أن عندي إمكانيات أني أعطي عشرات الأضعاف من اللي كان مطلوب مني. ففي بداية 2012 كنت بدأت أني مثلاً أبحث عن دوامات جزئية، يعني تطور نفسك أكثر. أيوة. هذا فقط لكسب خبرات جديدة وتعلم واحتكاك بناس وتطوير تطوير الذات، لأن الشيء اللي ما يتطور راح يتراجع يرجع للخلف شيء طبيعي. فبدأت تقريباً في 2012 كنت حصلت على شهادة دولية للتدريب الخاص، بحكم أن البلد هون مثلاً لا يؤمن مثلاً في بكوني مغربي، يقول لك مثلاً شهادة مغربية مش معترف فيها مثلاً في البلد، يعني لازم شهادة من شهادة دولية. فجبنا الشهادة الأمريكية. بعد ما جبنا الشهادة الأمريكية حصلت شغل. كان أول شيء كنت أداوم ما يفوق 125 كيلو متر سياقة بس ذهاباً، وكنت أخلص 11 بالليل وأرجع 125 كيلو لي. يعني تعب. أيوة. هذا لم يحبطني وما خلاني أني أوقف أني أواصل المشوار. بعد ما كان أول صارة كنت اشتغلت فيها كانت في دبي بفترة وجيزة، ممكن بعد. يعني أنت أول ما بلشت شغلك بلشت كواحد شغال في صالة، يعني عادي. أوكي. إذا رجعنا أول مشوار كان 2004 بعد ما كنت خرجت من الكلية العسكرية للتربية البدنية بالرباط، كنت اشتغلت هناك مدة 5 سنين. حلو. بعد ما خلصت من المركز كنت مباشرة كمدرب داخل هيئة حكومية في البلد، في بلد الإمارات العربية المتحدة. فضليت 4 سنين. بعد 4 سنين شفت أن قاعد أشوف نفسي أتراجع مش قاعد أتطور، فهناك كنت أخذت القرار أني لازم أطور من نفسي وأدور على شغل مش ضروري يكون ذو مردود مالي. ما كان هدفي أن يعني أطور نفسي، أوسع خبراتي، أوسع معارفي. فبعد فترة وجيزة كنت مثل ما قلنا كنت حصلت مثلاً دوام في أبوظبي، وكانت بداية توسع داخل أبوظبي. الحمد لله أني كنت موفق جداً، بحيث كان عندي شعار دائماً اللي هو الإخلاص في العمل. الإخلاص في العمل ساعدني أن كل الناس اللي كان عندها احتكاك معي ظل احتكاكها معي، يعني تثق فيك أكثر وتعرف أنك شخص يعتمد عليه. صح. إيه. إلى غاية الآن احنا نتكلم عن 7 سنين لازلنا على تواصل الحمد لله. بالإضافة مش فقط الثقة، فيوم تعلق في مجال الرياضة مثلا يعتبر مجال خدمي، في عندك خدمة تقدميها للناس. إذا الناس ما شفت النتائج مهما كانت علاقة الصداقة أو الأخوة، ما في نتيجة، مش رح يجي عندك، ما رح تدوم. صح. وسمعتك رح تندثر، يعني رح تموت السرعة، الشهرة هذه أو الجودة رح تموت. صح. فممكن تعرفين تسمعين الناس ممكن ما تشوفيهم، فمرات تكلموا للناس أنت الأخ عبدو مثلا كلمونا خبرونا، بس نحن ما نعرفك أنت مين، بس نحن نتشرف أن نجي يوم نتمرن معاك أو كذا، أو بجيب لك عيالي. هذا فقط، يعني السمعة الطيبة توسع. صح. صح. فبعد 2012 نتكلم بعدها ب4 سنوات قلت خلاص طفى الكيل الحين. الخبرات اللي عندي والحمد لله السمعة الطيبة والقدرات اللي عندي ممكن أجيب رسالة جديدة مع منتج جديد للبيئة الإماراتية، وأخدم ناس أكبر
وبطريقة جديدة. يعني تقدر انك تعطي من شوي الطاقة الإيجابية هذه اللي عندك. صح صح صح. فشو سوينا؟ كانت 2016، كنت أول شيء مثلا رحت دورت على المكان وكذا. بعد ما حصلت المكان كان على فكرة كان تحدي كبير جدا أنك تكون كونك يعني إنسان جاي على الإماراتي، يعني الإمارات مش مواطن، فبيكون التحدي كتير صعب يعني. صح، خاصة إحنا نعرف مثلا مو مش كل وظائف مثلا ممكن يكون عندها عندها رواتب عالية، فعندك تحدي. أول شيء تحدي مصدر التمويل. فمثلا نحن مثلا ما دورت مثلا على مصدر تمويل مثلا بنكي او اي شيء، اعتمدت على نفسي. حلو. فهذا كان تحدي كبير جدا. فبعد مثلا ما حصلنا المكان كان في تحديات حق الدفعات وحق وين حصل المكان. فالحمد لله توفقنا حصلنا المكان بشارع المرور. يعني اهم شيء اللي كنت ابحث عنه في خلال البحث عن المكان ان يكون عندك موقع متميز وتوفر المواقف، لأن في نهاية المطاف لأنه نعرف أن دولة الإمارات كان مصر لك لها سيارات، يعني فضروري لازم مواقف سيارات عشان الناس تجي. فاللي كان دائما شغل بالي أن يكون المكان مميز، يكون نظيف، يكون مرتب، وتكون بيئته مثلا والمحيط بالمكان يكون على مستوى، وتكون باركينات متوفرة. المواقف مشكل كبير بعض المرات، لأن ممكن الناس تيجي عندك ما تحصل باركين. بس الحمد لله المشكل هذا شلناه. حطينا مثلا الصالة مثلا الناس يوم تحب تجي الصالة تحب تكون تشوف صالة جديدة، المعدات اللي في الصالة تكون على مستوى كويس مثلا، وتكون صيانتها على مستوى. أنت مش عاوزة تفتحين بعد سنة أو سنتين وتكون المعدات كلها قديمة وتطلع صوت ومكسرة، وهذه أشياء صراحة ما تساعدنا. فبعد ما حصلنا المكان وبدينا المشوار الحمد لله في شهر 2017، كانت بداية التحدية الجديدة اللي هي كيف راح تجيب الناس، كيف راح تتغلب على المنافسة، كيف راح تخبر الناس أن عندك منتج جديد لم يتم وجوده في البلد جملة وتفصيلا. نظرا يعني للمنافسة الكبيرة اللي موجودة في خصوصا في يعني في مجال الرياضة. ليش الناس يعني بعض الناس تيجي تسوي رياضة مش تبي يعني عشان الرياضة، لا عشان تنزل وزن. فالحين في شركات يجيبوا لك منتج يقول لك المنتج هذا بينزل لك الوزن بدون ما تتعب بدون ما، فيكون صعب انك تقنع يعني الشخص اللي بيجيك انه يتمرن. فعلا. ففي النقطة هذه مثلا في تحدي كبير جدا اللي هو مثل ممكن نوصفه بالوعي المجتمعي. نحصل أن داخل الوعي المجتمعي في مغالطات كبيرة جدا. على سبيل المثال ممكن نتكلم عن البي ام اي. الحين كل واحد مثلا يفتح كتاب أو اثنين أو يدخل على الإنترنت أو يسأل حتى بعض الأطر الخدمية شو يقول لك، يقول لك البي ام اي عندك مرتفع. لكن للأسف البي ام اي ما عنده أي علاقة بشكلك وكمية العضل اللي عندك وكمية الدهون. ممكن يعطيك معلومات خاطئة. فيوم كان العالم جبنا عملية البي ام اي، قال لهم تحتاج أشياء دقيقة مش عملية بسيطة فقط، بل يجب أن تأخذها كمنتج أو معدل أولي، بعدين ندخل تفاصيل جديدة لتحديد البي ام اي الذي يناسبك أنت مثلا. حلو. فللأسف يجي أي واحد يقول لي أنا عندي البي ام اي عالي. فعلى سبيل المثال الحين ممكن نجيب ورقة وأعطيك البي ام اي، بس اذا نزلنا في تحليل الورقه تحت نحصل البادي كومبوزيشن. والبادي كومبوزيشن بالعربي مثلا هي مكونات الجسم. اوكي. فانا مثلا دائما يوم يجوا عندي الناس اركز على جانب التعليمي، لانه يجي عندي الشخص يقول لي لا البي ام اي عندي عالي، لكن انا اقول له ما شاء الله جسمك حلو. البي ام اي ليش مزعلك؟ البي ام اي او وزنك، اذا كان البي ام اي مثلا مرتفع لكن أوكي. نسبه الدهون قليله في الجسم، شو المشكل؟ يقول لي لا الدكتور مثلا. فهنا كان المشكل ان في حرب فكريه، لازم نوعي الناس، لازم نشرح للناس. فالحمد لله نجحنا داخل البوس فيتنس ان نحقق النقطه هذه. اول شيء في وعي داخل الناس اللي تيجي، تفهم ان مش اي كلام يقال في المجتمع وكلام صحيح. الشيء الثاني الناس مثلا الحمد لله داخل البوس فيتنس تقدر تيجي مع تحصل الرجل وزوجته يجوا مع بعض. فالحمد لله كوننا جو يعني عائلي أسري. صح، عائلي أسري. وإحنا نتكلم مثلا خاصة حتى يوم يجوا عندنا ناس عرب ومحافظين،
فيحس انا في الحمد لله احترام كبير وفي حتى في طاقه ايجابيه. فاحس يعني بعض الناس مرات يجوا ما يكملوا اسبوعين ثلاث ويجيبوا عوائلهم بالاضافه لان يعني احس انه في اجواء صح للتمارين الرياضيه. اقول لك شو المشكل قبل الناس كانت مثلا تروح للصاله الرياضيه ويحس انه لازم لو دخل الصاله في ناس معضله وما ادري شو طاقه سلبيه. اوكي على ذكر يعني معلش بقاطعك الناس المعضلين هادو يعني ياخذون بروتينات صح؟ يعني ايش رايك في البروتين اللي ياخذه الناس عشان يعني عضلات يعني هذه اللي تكون بس كمظهر يعني شنو؟ حلو انا النقطه جميله جدا هذه طرقت لها وحتى انا مره بعد المرات نشاركها حتى على المواقع الاجتماعيه. المشكل الشكل الجسم الانسان لا يعكس تماما قوة الإنسان أو صحته يعني أو صحته فعل بالفعل. فللأسف الكثير من الناس أتمنى لو أنهم ما يستعملوا الأشياء المحظورة أوكي مثلا أشياء مثلا كإبر وهذا بس تساعدهم يكون عنده شكل جميل بس كل شهر شهرين يروح لكل عضل ويروح كل الشكل فيضطر يعني أضرار فيضطر أنه مثلا يأخذ الأشياء أو الإبر هذه كل شهرين أو ثلاث شهور من أجل الحفاظ على الشكل. لكن شو المشكل؟ المشكل الناس تتطرق الأشياء الممنوعة أو المحظورة لأن ما عندها ثقة في النفس. صح يعني أو في ناس يعني تحب إنها توصل بسرعة. صح. ما يحبون إنهم يعني يتمرنون ثلاث شهور سنة سنتين عشان يحصلوا على الجسم المثالي فيلجؤون للطريقة السهلة اللي هي الحقن بالإبر والبروتين. فعلاً فعلاً فعلاً. فالناس مثلاً تستعمل الإبر هذه بس ما تعرف أنها قاعدة تضر نفسها. فمثلاً في منهم يستعملون الأنسولين. حلو والانسولين لا سمح الله اذا الانسان استعمل الانسولين وضرب معه البنكرياس لازم يبقى ياخذ انسولين طول حياته. في ناس تاخذ مثلا على سبيل المثال الجروث من الاشياء اللي ممكن يسببها هرمون الجروث انه ممكن ينمي كل خلايا في الجسم بما فيها الخلايا السرطانيه. هذا اللي انا دائما اوجه رساله للجمهور مثلا اقول لهم اذا حبيت تستعمل اي شيء لازم يكون عن طريق موافقة طبية مش تروح مثلا عند حتى انا مش مرخص ومش مؤهل اقول لك خذ هرمونات لا استعمل الشيء الفلاني ولا الفلاني. ايوه صح زي ما قلت اول شيء مكملات غذائية. مكملات غذائية اشياء ممكن ناخذها عن طريق الفم فممكن الجسم يتخلص منها بطريقة طبيعية. لكن الاشياء المحظورة هذه صراحة لا اشجع الناس ياخذوها بطريقة عشوائية. فمثلا داخل البوس فيتنس نبيع احسن واجود المنتجات. ليش؟ تبقى سمعتنا فوق كل شيء. فنحن ما عندنا هدف مادي بقدر ما نحن عندنا هدف ان نوصل منتج ونوصل خدمه ونوصل نتائج للجمهور. فموضوع المكملات نحن داخل الصاله مثلا نبيع مكملات مثلا ممكن نتكلم مكملات تساعدنا على انقاص الوزن، مكملات تساعدنا على الحفاظ على الوزن، ومكملات تساعدنا على تكبير العضلات. ما نقول احنا بالضبط ان كل الناس تكبر الجسم لازم يكون الجسم كبير فيه دهون وعضل، بس نتكلم عن العضل الصافي. وفي التنشيف نتكلم عن الانسان تنزل دهون ما تنزل وزن بشكل عام. فانا لا احب هذا لو الانسان يعرف ان عنده الهدف ينزل الدهن يعني مش اي شيء يركز على الدهن. صح صح. تكلمنا على التطورات اللي طارت عليك يعني بعد ما بلشت المجال هذا، شنو الاشياء اللي انت شفتها تغيرت في حياتك وتطورت للاحسن؟ حلو راح اقول لك انا التطورات كان على نوعين او على قسمين، تطور خاص بالصاله وتطور على شخصيتي مستوى الشخصي. اول شيء اقول لك شو كيف انا عشت وكيف تطورت الصاله. بعد ما فتحنا في شهر 2 13/2/2017 اذكر ما كان عندي ولا موظف، فكنت اضطر اني ما اكون مسؤول
عن الإدارة، عن الاتصال بالزبائن، عن الماركتينج أو الدعاية، المسؤول عن الاستقبال، مسؤول حتى على التنظيف، تنظيف الصالة، أنا كنت مسؤول على كل شيء من الألف إلى الياء. كبداية. فهذا هي هذا الحمد لله كان يخليني يذكرني بالأيام الصغر يوم كنت أشتغل مع الوالد الله يرحمه وأنا عمري 13 سنة في مجال البناء. فالناس مثلا كانت دائما تروح في الإجازة الصيفية، إجازة الصيفية الناس تروح مثلا للصيف وعندها إجازة، وأنا أشتغل من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 4 عصرا عمري 13 سنة. فكل هالتعب في الصغر حسيت أنه صنع منك رجل اليوم. فعلا 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 شكرا. فكنت أول يوم مثل ما قلت لك كنت حتى أجيب ناس ولسه ما عندي كهرباء، ما مرنت الناس، ما كنت أمرنهم بأي مبلغ أو مردود مالي خلال أول شهرين. ليش؟ أنا حبيت أني أوصل رسالتي للناس، تعالوا ترى في منتج جديد، تعال جرب الصالة، تعال شوف الكابتن عبدو مين، يعني تعال شوف الأشياء كيف نحن نعطي المنتج وما نسألك حتى عن ولا درهم. فمن أول يوم الناس وصلتها الرسالة أن البوست فيتنس مش مسألة تأخذ فلوس، حلو روح تأخذ نتائج، روح تحصل إيجابية، روح تشوف جو جديد، منتج جديد. غالبا الناس مثلا كانت تفكر والله عندي البيرسونال ترينر غالي أو صارت ما فيها مدرب، فجمعنا لهم المنتج هذا. فكان من أحسن الطرق اللي سويت مع الناس أو أحسن الأشياء اللي ساعدتني أني أكبر أني أعطيت أشياء مجانية. مع العلم الفترة هذه يعني كان ما عندي لا راتب ولا عندي حد يدعمني ولا أي شيء. مع كل هالظروف كنت أضحي ضحي. كان شعار بداية التضحية. التضحية هذه كان لها مردود كبير جدا. لماذا؟ لأن مثلا اليوم إذا أنت جيت تمرنتي معي وكانت عندك أحسن حصة في حياتك تمرنتي مع مدرب ما أخذ منك ولا فلس، مع ذلك يعطيك طاقة إيجابية وتشجيع، ونهاية المطاف يقول تعالي بكرة وتعالي الأسبوع الجاي وتعالي الشهر الجاي ما تدفعي ولا درهم. حصلت الناس خلال أول شهر هم عاوزين يساعدوني، يجيبوا لي زهر، يجيبوا لي ورد، يجيبوا لي هدايا، مع أني ما أطلب منهم الأشياء. فكانت رسالة واضحة والحمد لله. إذا كانت رسالة واضحة والنية طيبة توصل رسالتك، توصل للجمهور. حلو. بعدها بشهرين أو ثلاث شهور جبنا مثلاً أول موظف، بعدين ثاني موظف، بعدين يعني ثالث موظف. الشركة بلشت تكبر. أيوة. تكبر المجموعة وفريقك المهني. صح. ففي النقطة هذه فعلياً أنا ما كانت عندي خبرة ميدانية في التوظيف. حلو. فمثلاً مروا علينا كثير موظفين لأن ما في عندي مثلاً مركز أو قسم مخصص في التوظيف. فكنت أنا مثلاً أشوف أجيب الناس، بعدين بعد شهر أو أسبوع أشوف أنا مش كف للعمل فأضطر أجيبهم مرة ثانية ومرة ثالثة. بس الحمد لله التجربة هذه ساعدتني الحين تكون عندي خبرة في الإدارة، خبرة كبيرة في الإدارة الحمد لله، خبرة في التسويق، خبرة في الكاستمر سيرفيس أو خدمة الزبائن مثلاً. فهذه كلها خبرات تعلمتها داخل الصالة. بداية كنا نتكلم إحنا مثلاً عن شخصين ثلاث أو خمسة أشخاص داخل بوست فيتنس. الحمد لله خلال أول سنة الكثير من الناس يتصلون علي سواء من داخل أبوظبي أو العين أو دبي أو حتى برا دولة الإمارات العربية المتحدة أنهم عاوزين يسووا فرانشايز للبوست فيتنس. فهذا كان صراحة إنجاز كبير، وكان صراحة حب كبير. حتى مثلاً مرات حتى بعد الصالات المجاورة نحن صالتنا مش كبيرة جداً بس سمعتنا كبيرة بشكل كبير جداً. ففي صالات أكبر عندنا بكثير، يجوا عندنا لين الصالة يحبوا أنهم يتقربوا من الكاستمرز عندنا. يعني هذا يشرح ويعكس قوة البوست فيتنس. مع أننا العلم نحن نركز على الكاستمر رقم واحد. أوكي. جودتنا نركز على الكاستمر. اوكي. على ذكر الكاستمر، شنو الخدمات اللي انت توفرها يعني وتقدمها للكاستمر؟ حلو. بالنسبه لخدمه المشتركين عندنا، نحن عندنا حصص دائما مخصصه للسيدات فقط بحكم الحمد لله داخل الامارات العربيه المتحده الناس محافظين وهذا. فعندنا حصص فيها خصوصيه كامله. عندنا حصص بالنسبه للناس اللي تيجي مثلا مع الميكس او الحصص المختلطه مثلا. فالحصص هذه بتكون بشكل يومي مثلا الساعه 4 والساعه 6 والساعه 8. والجميل في الموضوع ان الناس اللي تيجي داخل البوست فيتنس ما في عندها اي ملل. لماذا؟ نحن كل يوم نحط برنامج رياضي جديد بشكل يومي على طول السنه، على اساس ان نحط برنامج جديد
يتطلب منك قوة وتعب وتجهيز للبرنامج بشكل كبير جدا، فيستنزف الطاقة. لكن الحمد لله هذا ما يروح ببلاش، لأن ثاني يوم وثالث يوم وأول شهر وأول سنة وثاني سنة الناس قاعدة تشوف هالتطور، ونحن ما نركز فقط على الدعاية من برا الصالة، نركز يعني على الكاستمر وهم يكبرون. ايه صح، هم بيوصلوا. فهذه نقطة أنا مثلا أحب أشاركها مع كل واحد مثلا يحب ينجح، أقول له إذا حبيت تكبر ركز على الكاستمر اللي عندك، فالزبون اللي عندك هو صوتك لبرا. صح، لأنك صعب تجيب كل يوم واحد جديد، بس لو خدمت الناس اللي عندك وعطيتهم أحسن ما عندك هذا راح ينجحوك. صح. أوكي، شنو هي الخطط المستقبلية اللي عندك، يعني اللي حاط أنت في بالك؟ الحمد لله. بالنسبة للخطط المستقبلية، نحن مثلا إذا كنا نحن اليوم قاعدين نخدم بس شخص، نحاول نغير حياة شخص واحد في اليوم، خططنا المستقبلية يكونوا شخصين وثلاث وأربع أشخاص يوميا نساعدهم يغيروا حياتهم. لأنك أنت مثلا لو شفتي إن شاء الله براويك بعد شوي إن شاء الله الناس كيف تغيرت أشكالهم وكيف تغيرت حياتهم الاجتماعية أو المهنية وحتى الزوجية فقط عن طريق الالتحاق للبوست فيتنس، راح تعرفي أن الامباكت أو التأثير على الناس مش فقط داخل الصالة. أيوة صح، ويشملهم داخل الصالة وبرا الصالة. ما شاء الله عليك. أوكي، عندكم أي مواقع تواصل اجتماعي سواء في الانستغرام أو الفيسبوك أو سناب شات؟ فعلا، فبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي عندي حساب شخصي اللي هو دائما أخليه متوجه للتشجيع والرياضة، وعندنا مواقع البوست فيتنس. بالنسبة للإنستغرام وفيسبوك ولينكدين وتويتر وبوست فيتنس يو اي اي، كلمة واحدة بوست فيتنس يو اي اي. أما بالنسبة لموقع صفحتي الشخصية اللي هي عبدو ذي فيتنس كوتش، عبدو ذا فيتنس كوتش، فهي دائما صفحات اجتماعية نحب نوصل فيها رسائل ما نقدر نوصلها مرات داخل الصالة. فمثلا نعطيهم نصائح خاصة بالتغذية، نصائح خاصة بالتمرين، نصائح توعوية، نصائح خاصة بالتدريب، فهي كلها أشياء نستغل مواقع التواصل الاجتماعي تكون رسالة أكبر. أوكي، على ذكر الرسائل، شنو الرسالة اللي حاب توصلها للشباب اللي ما عندهم ولا شيء مبلشين يعني من الصفر، كتجربتك الشخصية أنت ككابتن عبد الله؟ أنا أحب أقول للناس اللي ما عندها شيء وبد ممكن عندها فكرة وممكن قاعدة تبدأ من الصفر، قاعد أقول لك أول شيء سكر ودانك، لأن الناس المحيطين فيك ممكن حتى 1% ما تحصلوا يشجعك. إذا ممكن أقرب الناس إليك راح يقول لك لا تسوي هالشيء ولا تسوي هالشيء، لأن نحن كبرنا في بيئتنا، ما كبرنا عندنا مثلا والدينا واخواننا يشجعونا نسوي اشياء لوحدنا، دائما عندنا خوف المهنه، خوف فقدان الوظيفه، خوف فقدان الاشياء اللي بايدينا. بس اقول لك اذا عندك كاس بين ايديك مش ممكن تاخذ كاس ثاني الا اذا نزلت الكاس الاول. فاقول لك ركز على نفسك، واذا عندك رساله صحيحه وصلها بدون ما تفكر في اي واحد راح تنجح، الا اذا كنت تشك في نفسك فهذا راح يكون عندك عائق. اقول لك انا مثلا اول يوم ما عرفت كيف راح اسوي ثاني خطوه، ما عرفت، يعني كنت تايه تايه ممكن قليله جدا، يعني ما عندي مندوب، ما عندي حد في الاداره، ما عندي اي حد تماما. فبديت بدايه من الصفر، يعني حطيت شيكات وما عندي فلوس على البنك. حلو، كانت مغامره جدا صعبه. اعطيك مثال، تخيلي مثلا لو انت مشروعك يكلف ما يقارب 200 او 300 ضعف راتبك، راح تسوي المغامره هذه؟ راح يقولوا عندك مجنونه. لازم تكون عندك اراده قويه وثقه في نفسك وثقه في رب العالمين فعلا عشان تقدر توصل. فاقول لك انا الحمد لله وباذن الله سبحانه وتعالى توفقت مع العلم ان اصحابي اليوم يقولوا لي عبدو نحن ما قلنا راح تقدر تكمل، بس انا كنت دائما مسكر وداني ودائما مركز في نفسي على الهدف وقدام اللي انت تبي توصل له. ما شاء الله عليك، احييك جدا على الثقه اللي عندك في النفس اللي هي مفقوده عند شباب كثيرين، فيا ريت يا ريت الشباب يثقوا في نفسهم اكثر عشان يوصلوا يعني للاحلام اللي هم يبونها. اوكي، ممكن تحدثنا عن اللوكيشن المكان عندك هنا؟ بالنسبه للبوست فيتنس عنده موقع استراتيجي جدا اللي هو مثلا
في الإشارة بين 29 و 31 بشارع المرور ببرج الفلاحي طابق ميزان. هذا يسمح لك إذا مثلا أنت جاي من دبي أو رايح دبي أو رايح العين أو جاي محمد بن زايد أو شهامة، موقع استراتيجي. فنحن كنا تعمدنا نخلي موقع هون على أساس ما تكون زحمة، في عندك باركينات متوفرة 24 ساعة وعندك أكسس لأكثر من مكان داخل مدينة أبو ظبي. نشكر حضرتك اليوم على استقبالك لفريقنا في صالتك الرياضية. صراحة الشكر لكم انتو، وقاعد أقول صراحة أن يا ريت أنه وجوه جميلة مثلكم من فريق رواد النجاح تيجي عندنا كل يوم وتيجي وتاخد إيجابية وتوزعها على الناس الباقيين اللي هم وراء الشاشة وراء التلفزيون. فأنا قاعد أقول لكم صراحة شكرا أنك أعطيتونا اليوم هذه الفرصة، هذه أنا نوصل رسالة يعني مميزة ورسالة إيجابية لإخواننا داخل الإمارات العربية المتحدة. أعزائي المشاهدين، نشكركم على تتبعتكم حلقة اليوم من رواد النجاح، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة مع وجه جديد في دولة الإمارات.